Thank you.
من نجوم اليوم الخريجين تبقي عيادة عنه
السيد الدكتور عمر عبد السميع الشهاب العلوم الكليه، السيد الاستاذ الدكتور محمد احمد الوقار وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، الاستاذه الدكتوره عزه اسماعيل عثمان وكيله الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اساتذتي عملاء ووكلاء الكليه السابقين، السادة رؤساء مجالس الأقسام العلمية، السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس، السادة مديري رؤساء الأقسام الإدارية، أبنائي وبناتي الطلبة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد كلية العلوم أن تتقدم بالتهنئة الخالصة من القلب لأبنائنا وبناتنا الجامعيين الدفعة السابعة والثلاثين من طلاب كلية العلوم، ويعتبر الخريجين يوم عرس بالكلية، فهو لقاء سعيد تلتقي فيه أسرة الكلية للاحتفال بالخريجين واجب التهنئة لهم وتهنئة المتميزين راجين من الله تعالى ان يوفقوا في حياتهم العمليه وان يعتبروا ارفع المناصب وان يخطوا خطوات ثابته ونحو رفعه شان وطننا الكريم وان يظل الاتصال بينهم وبين الكليه مستمرا ان شاء الله تعالى. ومن واجبنا ايضا في هذا اليوم ان نحتفي به الاحتفاء الكريم داعين الله عز وجل ان نرى فيه ثمره نافعه لبلده ومجتمعه، ونتقدم بالتهنئه الخالصه لاهله وزويه بتفرقه وان يشاركه فرحته في ان يروا بناته وابناءه، وقد اصبحوا متسلحين بالحيره والمعرفه والتخصص. ولنا في هذه اللحظه ايضا ان نثني على الجمهور كل اولئك الذين شاركوا في تنميتهم وبناء تخصصاتهم وخبراتهم من الساده اعضاء هيئه التدريس والمعاونين من المدرسين المساعدين والمعلمين والعاملين في الادارات المختلفه الكليه. فنتقدم بشكرنا وتقديرنا لذلك الجمهور الذي بذلوها زي معرفة عن إخلاص الباطن وشعور المطعم بالمسؤولية العلمية وأداء الأمانة وعن خلق رفيع يتسم به الأمانة. وكلية العلوم واثقة بأن الخريجين قادمون على الاتحاد والتعاون مع مؤسسات الدولة للارتباط والتقدم ومواجهة تحديات العصر والعمل من أجل أسرنا الكريمة. وفقكم الله ومعاكم وأيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ثلاث محاور: تهنئة ونصيحة
وشكر. أما التهنئة فالتهنئة بعيدكم، عيد تخرجكم وخروجكم إلى الحياة ومطرة الحياة للمنافسة في سوق العمل وإظهار المهارات والمعارف التي تعلمتموها وتلمستم على أيدي رجال أعطوا لكم مسار تفكيرهم وخبرتهم الطويلة في المعامل وفي أرقة القاعات والدرجة. أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم وفي يوم عيدكم الجميل اللي احنا بنقول عليه إن شاء الله هو التغيير السريع مما يتطلب من المصادرات الكريمه التي
لن تتوقف له الا بمزيد من العلم والعمل معه. فدي سابقا كنتم بالعلم والله متفرغين بذلك، وبلاد مصلحه منكم وقد في مسؤوليه عظيمه تجاه نفسي وقلبي ووطني الذي اعتبرني احد رب طالبا فيما سبق. فاستعينوا في مشواركم بطالب الصبر وغزير من العلم والمعرفه، فقد قضي الى مفتاح للقراءه والعلم وليس فيها كل العلم. وهذا ادنى ما انصحكم به الان وانتم على ابواب المستقبل، ونطلع بجواب لكم سوى الدعاء ونتضمن لرب العالمين ان يرزقكم ويجعل لكم حياه سعيده. الثاني الكلمه الدفعة الثانية
وكانت الدفعة الأولى والدفعة الثانية كنا بناخد محاضرات مشتركة. وعلى هذا الأساس بقول إن أنا بيشرفني أيضا أن أنتسب إلى هذه الكلية، كلية العلم والعلماء، كلية العلوم. كلية العلوم يعني كلنا كإدارة، سواء إدارة عليا في الجامعة أو إدارة الكلية، بنعتبر كلية العلوم بالجامعة أو كلية العلوم بالجامعات المصرية من أهم الكليات وتأتي في المرتبة الأولى، ولا توجد جامعة سواء جامعة مصرية أو عالمية إلا وأن تبدأ بكلية العلوم، فهي الأساس، أساس العلوم. وكما قلت وأشار بعض الزملاء في كلمتين، هي كلية العلماء، ولكم أن تفخروا أنتم جميعا أنكم من خريجي كلية العلوم. وأعتقد بمشيئة الله تعالى بعد وقت ربما يكون قصير سنجد منكم علماء عظام يشرفون مصر كلها. الحقيقة كل الشكر والتقدير لإدارة هذه الكلية الحالية والإدارات السابقة على كل الجهود اللي قدموها وما زال يتم تقديمها في الاتجاه الصحيح نحو الحصول على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد. وإن شاء الله تعالى سوف نبارك هذه الكلية بأنها سوف تكون من أوائل كليات العلوم التي تحصل على درجة الاعتماد في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى. وده يدل على شيء، بينما يدل على مدى وعي ورؤية جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في هذه الكلية التي نعتز بها جميعا. كلية العلوم بالرغم إن هي كلية عملية، وأنا أعلم دراستها ليس بالدراسة السهلة، ولكن أيضا كلية العلوم تنافس في كل الأنشطة الطلابية. وبهذه المناسبة أتقدم لإدارة الكلية بقبض التهنئة لحصول الكلية أول أمس على المركز الأول في مسابقة المسرح الجامعي. أنا يعني أعتقد كما علمت تلقائيا أنا كنت مسافر أن كان هناك منافسة يعني كبيرة جدا بين أكثر من كلية، ولكن في النهاية كلية العلوم زي ما قلت أن المستوى الأول والمركز الأول. ودي الحقيقة كانت سعادتي كبيرة جدا أن الطلاب على وعي كامل أن النشاط هو مكمل للعملية التعليمية، وده شيء بيسعدني أنا شخصيا. بجانب ذلك كلية العلوم بتحصد كثير من المراكز المتقدمة كل عام في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والأنشطة الأخرى، فلإدارة هذه الكلية كل الشكر والتقدير على كل ما تقدمه من خدمات لأبنائها من الطلبة والطالبات. التهنئة خالصة مني شخصيا أولا للسادة أولياء الأمور على ما قدموه من رعاية لأبنائهم وبناتهم، وهم يستحق التهنئة أولا قبل أن أهنئ بناتي وأبنائي الخريجين والخريجات، فهم صاحب الفضل الأول بعد المولى سبحانه وتعالى. أما أنتم بناتي وأبنائي الخريجين، فلكم مني أيضا كل تهنئة مع الدعوات الصادقة لكم أن يكمل الله أعمالكم في حياتكم القادمة كل نجاح وتوفيق وسداد بمشيئة الله تعالى. مرة أخرى أشكركم جميعا، وأشكر أخي وصديقي الأستاذ الدكتور عمر الشهابي لدعوتي لحضور هذا اليوم الجميل معكم جميعا. شكرا، ونلقاكم على خير بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم. كله يقول نجح في نجاح،
ان شاء الله طول كله يغني وكله يقول نجح في نجاح ان شاء الله طول احلى جامعه واحلى فرحه واحلى ناس وعالم ناجح ويا فرح الجنه يلبسها كل اللي بيصبر بينور كله يغني وكله يقول نجح في نجاح ان شاء الله يقول لك عاوز خريج كيمياء او كيمياء نبات او
اعطيني حيوان. صاحب العمل هو اللي بيحاسبني مش انا اللي بحاسب. دي نمره واحد. نمره اثنين، قطاع الوقت الثقيله. قال لي انا بفتح الشغل الساعه من 7:30، ما تجيبنيش واحد ثاني في المحله، هيجيلي ازاي من هنا لهناك؟ وبالتالي حسب الظروف الاقتصاديه عندنا امانه عند النتيجه العامه. بشوف المواصفات ايه، بتصل تليفونيا مع بلاد جميل زحف، اتمنى الخارجين استعملوه على طريق النتيجه والتليفونات. في فرص عمل عندي. اي نعم، وفي شركات طلبه وهناك المزيد. هو بيجيب المواصفات، انا بفتح اسماء الخارجين. يقول لي انا عاوز واحد قريب من مواد جديده. فانا بختار الناس اللي ساكنين في شركتين مرحوم. انا بقول لك هذه الاختيار. ومفيش تمييز ابن فلان او بنت فلان. حاليا متوفر لدينا فرص عمل. هنتصل بالخريجين حسب مواصفات الشركه اللي هي بتطلبها مني. وفرص عمل وباذن الله هناك المزيد. والنص الثالث في شركات المساعدات. شركه ريان شوف بالصف الصح. شركه حلايب الالبان. الراجل تفاعل معانا وأنت لي النهارده، قال لي إيه بمبلغ رمزي هدية حواشي ومصر، بعتوا هدايا، شركة شمال، الغزل والنزيل للتقلية، الدافع لأسمدة، التقلية مصطفى، المنظورة المطلوب، عندنا شركات عديدة، حوالي 12 شركة. وأصبح هناك من الصفة بيننا وبين الشركات اللي هي معاها تطلب من بره، تطلب مني أنا عشان أعرف أتابع الخريج والمعين ومستواه محتاج إيه. الشركات بتشتكي من حاجة، أوعى أنت تتوقع أنك تروح تشتغل مدير أو تشتغل 2000 جنيه. نصيحة للناس الخارجين، اتحمل أول سنة، تاني سنة خد الخبرة، التزم، أهل نفسك وعاطفتك ومرتبك هيزيد. فاحنا أول مرة بنوفر فرص عمل، ما وعدش إن أنا عايز كل الخريجين، بس بنتابع وبنتابع وهنطور خريج ومصانع. فبنشكر كافة المصانع والشركات اللي بعتتولي هدايا للخريجين. نشكر شركة حلايب أكيد اللي هي بتاعة المياه، بعد مبلغ رقمي للأوائل. في عندنا شركة جت حاليا بتقول الشركة اللي هي مركز التكنولوجيا العصرية مونيو تك، بيقول على مستعد الخليج بتاعك اهله واديله الاي سي دي ال، هدي الخمسه الاوائل مجانا ويديك الشهاده كلغه تاهيل البحر. دول بعض المشاركين، هناك المزيد من الشركات جايه، لكن دول فين وفين من ده؟ نبدا بالتكريم ونعمه الله خريج الكليه ونطلع عليهم الهدايا الرقمية اللي جات لنا من الشركات. التوزيع مروة محمود دلوقتي مع محمد يوسف
لا